أسعد الله مساءكم، حياكم الله في لقاء جديد من عالم من المساجد. ونود حقيقة أن نتحدث عن بعض المقارنات وبعض المصطلحات التي بدأت تظهر حقيقة بوضوح في الفترة الأخيرة حول العمارة المسجدية. يعني هناك من يتحدث عن الملاذ الآمن للهدوء، وهناك يعني الملاذ للتأمل، وهناك من يتحدث حول فكرة كتلة واحدة مقابل كتل متعددة. كل هذه الأفكار حقيقة يقدمها المسجد المعاصر ويثير حولها أسئلة حول يعني ماذا سيكون عليه مسجد المستقبل. يعني لذلك هذا المثال الذي سوف نناقشه اليوم يعني يفترض أن يناقش مثل هذه التوجهات ومثل هذه الأسئلة ومثل هذه المصطلحات. المسجد الذي سوف نناقش حوله هذه الأفكار هو مسجد قرقاش في دبي، منطقة القوز، والمصممة هي مصممة يعني سعودية، سمية الدباغ، سمية الدباغ إذا يعني الاسم إن شاء الله تحاله صحيح. الحقيقة أنه يعني الفلسفة التصميمية التي بنت عليها فكرتها فكرة البساطة، البساطة المتناهية، وكانت يعني تؤكد أن هذه البساطة تحمل في طياتها يعني فكرة الملاذ، ملاذ التأمل، ملاذ الهدوء، خلق يعني فضاء للروحانية. وفي اعتقادي أن إشكالية يعني الروحانية ويعني علاقتها بالعمارة وعلاقتها بالتصميم هي إشكالية أزلية. يعني كثير من المصممين ومن المعماريين يتناولون فكرة الروحانية ويربطونها بشكل خاص بالبساطة و بالمساجد الصغيرة والمساجد التي فيها نوع من الحميمية، بينما هناك البعض يربطها بالروح التاريخية ويعني الصورة المفعمة بالذاكرة. كل هذه الأفكار التي يعني تتحدث عن روحانية المكان أو روحانية المسجد، في واقع الأمر حتى الآن يعني يصعب يعني الجزم بها بشكل كامل. المسألة الأخرى التي يثيرها هذا المسجد، وفي اعتقادي أنها يعني يجب أن نربطها بفكرة التوزيع الفراغي والمساقط الأفقية، هي فكرة كتلة مقابل كتل متعددة. أعود مرة أخرى وأقول أن يعني المسجد يحمل وظيفة واضحة ومحددة، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك فيه تكرار واستعادة للمسقط الأفقي لقاعة الصلاة. الفرق يبقى هو في التعامل ومعالجة هذه القاعة. الدباغ حاولت أن تضع يعني نوع من المقارنة، فهي تقول أن المساجد التاريخية غالبا ما تكون ذات كتل متعددة، هناك القبة، هناك المئذنة، هناك كتل قاعة الصلاة المتعددة التي يعني تجعل من القدرة على إحداث نوع من التناغم والتوازن بين هذه الكتل صعب جدا، بينما المسجد المعاصر غالبا ما يكون عبارة عن كتلة واحدة، كتلة بسيطة واضحة طاهرة، هي كتلة مكعبة أو غير مكعبة في بعض الأحيان. لكن إذا يعني تعددية الكتل مقابل يعني وحدة الكتل، هذه أحد الفروقات الكبرى بين المساجد التاريخية والمساجد المعاصرة. عندما نعود إلى مسجد قرقاش ونحاول أن نفكك المساقط الأفقية، سوف نجد أنه لا يخرج كثيرا حقيقة عن أغلب المساجد التي يعني تناولناها، الكتلة مكعبة لكنها يعني
النهايات الخارجية هي من الحجر الأبيض، محاولة لإحداث نوع من النقاء والصفاء والهدوء التي تحاول أو حاولت المعمارية أن تحققه حتى في الفضاءات الداخلية دون مبالغة ودون خروج عن يعني المفهوم العصري لعمارة المسجد. إذن نحن أمام إصرار واضح من قبل المصمم يعني في عدم إحداث نوع أي إرباك بصري، سواء من الداخل من خلال يعني الفراغ النقي البسيط الذي يبتعد كليا عن أي يعني معكرات بصرية سواء زخرفية أو غير زخرفية، أو من الخارج من خلال وحدة النهايات والتشطيبات من خلال الحجر الأبيض، وحدة الكتلة وبساطتها، وحدة المأذنة، وعدم يعني إحداث أي نوع من التشكيل داخل هذه المأذنة. إذن التجربة يعني تحاول أن تنتقد العمارة التاريخية لعمارة المساجد وتطرح بدائل يعني تنحو نحو البساطة والهدوء وإتاحة مجال واسع للتأمل وخلق الروحانية في الفضاءات الداخلية للمسجد. بشكل عام سواء كانت يعني الفكرة التصميمية ناجحة وتعبر عن الأهداف الفلسفية التي طرحتها المصممة، أو أنها يعني كانت قاصرة ولم تستطع أن تحقق الرسالة والفكرة الفلسفية بشكل واضح، وأن يعني ما يقال عن المسجد في خلق الهدوء وخلق فضاء للتأمل ووحدة الكتلة يعني هي مجرد أفكار لم تستطع العمارة أن تعبر عنها بوضوح، أو عبرت عنها بشكل جزئي. نحن أمام الحقيقة هذه التجربة وهذه يعني المحاولة التصميمية، وطبعا المسجد هو ضمن القائمة القصيرة لجائزة عبد اللطيف الفوزان في دورتها الرابعة، وتم اختياره من قبل لجنة التحكيم، ويعني دون شك أن اختيار لجنة التحكيم يعني بني على أسس يعني تخدم فكرة يعني مسجد المستقبل وماذا يفترض أن يكون عليه وكيف يجب أن لا يبتعد كثيرا عن الثقافة الروحانية التي يجب أن تقدمها العمارة المسجدية. تحياتي لكم، ويعني نلتقي مرة أخرى بإذن الله.